لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فما زلنا في تفسير الخمسة آيات الأول من سورة لقمان، من قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، تلك آيات الكتاب الحكيم، هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. تعرضنا لمعاني المفردات الخاصة بهذه الآيات الخمس، والمعنى الإجمالي لأول ثلاث آيات منها. تعرضنا في الكلام على الحروف المقطعة في أوائل السور، على قوله تعالى: تلك آيات الكتاب الحكيم، وصف الكتاب بالحكمة وبالحكيم، من الحكمة أو من الإحكام، فهو محكم لا ينسخ، ليس كالكتب السابقة، وحكيم، فكل ما فيه من التشريعات هي من الحكمة ووضع الأمور في مواضعها. هذا، وأيضا قوله تعالى: هدى ورحمة للمحسنين، فهو هدى بيان عام للناس جميعا، ورحمة لمن ينتفع به من الذين حققوا الإسلام والإيمان والإحسان، وخاصة من ذلك الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. وهذه لبيان أهميتها، وأنها كأنها هي رؤوس العبادات التي يمكن أن تجعل بقية العبادات تبعا لها. يقول الشيخ أبو بكر البزاري: وقوله الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون، أي المحسنين الذين يقيمون الصلاة، أي يؤدون الصلوات الخمس على الأقل. هنا كما في الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فيقيمون الصلاة، يؤدون الصلوات الخمس، مراعى فيها شروطها، مستوفاة أركانها وسننها الواجبة منها والمستحبة، سواء في هيئة الصلاة ذاتها، داخل الصلاة المفتتحة بالتكبير والمختتمة بالتسليم، فيها أركان وفيها واجبات وفيها مستحبات. الإحسان في الصلاة أن تأتي كل ركعة من ركعات الصلاة أو الصلوات، صلاة الفجر، الظهر، العصر وآخره، تؤدى هذه الصلاة مستكملة. درجة الإحسان أنك تؤدي الصلاة بأركانها واجباتها مستحباتها. ثم إن الصلوات عموم القدر المفروض يحتف به نوافل تؤدى، يعني سواء سنن قبلية أو بعدية أو من النفل المطلق. أقل اللي يؤتون الزكاة، أي يخرجون زكاة أموالهم سواء الصامتة أو الظاهرة، يعني وذكرنا أنه الفرق أن الإمام بيجمع الزكوات الأموال الظاهرة، أو هذا هو الواجب شرعا، وحتى الأموال الباطنة التي لا يوجد أن الإمام أو الحاكم يسعى لجمعها. فالمحسنين الذين يوقنون بالآخرة، هذا هو الوازع الرئيسي عندهم، الإيمان بالآخرة. المسألة في غاية الأهمية في الوازع الذي ينميه الشرع في قلوب الناس. النظم الوضعية لا تملك إلا وازع واحد فقط، وهو الرضع القانوني. وبالتالي بتجد أنه هذا عندما يطبق في مجتمعات ليست عندها وازع ديني بتعجز. حتى الدول اللي هي كانت مهد العلمانية، خرجت منها الدعوة العلمانية، عادوا يعترفون بأن لا، لابد من السماح للدين بقدر من التوجه. ما زالوا هم علمانيون، وما زالوا يرفضون أن يوجد تشريع إلزام الناس في نظم حياتهم بأن يرجعوا للدين. طبعا ده نتيجة تجربة لهم مع دين محرف مبدل، فكان الرجوع إليه يمثل عوائق
عن التقدم في كل مجالات الحياة، موضوع آخر. لكن هم حتى جربوا هذا الدين المحرف المبدل الذي أعاقهم، فلما أعاقهم تركوه إلى العلمانية، فلما طبقوها وجدوا أنها تعجز أن تدير شؤون الحياة، لأن مهما كان القانون ومهما كانت عصا القانون غليظة. تخيل مثلا إنه لا يوجد عند الناس وازع أن السرقة حرام، ماذا يفعل القانون لو أن كل الناس تريد أن تسرق؟ ويمكن بيبقى في مشاهد معينة بتبين هذا، مثلا في بعض البلاد الغربية يحصل أو حصل في التاريخ عدة مرات، مرتين أو ثلاثة، في مدن كبرى خلل شامل في شبكة الكهرباء في وقت واحد. بعدين الغياب الوازع الديني، فحصلت عمليات نهب جماعية بشكل بشع جدا، وفي الكوارث العامة ونحو ذلك. القضية هنا إذا غاب الوازع الذاتي داخل كل فرد يتشوف الناس إلى المخالفات، ويعجز عصا القانون مهما كانت أن تحجز الناس. الشرع ينمي في الناس الخوف من الله عز وجل على درجتين: درجة الخوف من العقاب العاجل في الدنيا، والدرجة الأشد وهي الخوف من العقاب في الآخرة. هذا يراء إذا وجد بيحصل استجابة من معظم الأفراد. يبقى في قدر متمرد لم يوقن بالآخرة، لم يؤمن بها أو إيمانه بها ضعيف، فهنا بيكون العقوبات الدنيوية هي الزاجر لأمثال هؤلاء. لكن الزاج الأصلي هي العقوبات الأخروية. وبالتالي حتى البعض بيتكلموا على الحدود في الإسلام وبيجي يعزلها من أن هناك حل متكامل الحدود، هذا اللي هو يقال فيها آخر دواء الكي. ففي النظام أصلا قائم على تنمية النظام الإسلامي، قائم بصورة أصلية على تنمية الوازع الإيماني الفردي. كل النظم الاجتماعية تقريبا بتبحث عن هذا، يعني هذا الكنز المفقود عندهم في علوم الاجتماع وغيرها، كيف ينمى نازع فردي ذاتي، لأنه من غيره بيقدروا يوجدوا بعض طرق لهذا. ولكن يبقى أن الإيمان باليوم الآخر هو أقوى وازع، وهو الوازع الملازم للإنسان في حله وترحاله، في غنى وفقره، في رضا وسخطه. أنا ممكن يوجد وازع اللي هو المنفعة المتبادلة، يعني إن المجتمع كله لا، ما أنت لو كسرت الإشارة النهاردة غيرك يكسرها بكرة، المجتمع ما مش تعرف تروح شغلك، أنت لو ما أديتش شغلك كويس غيرك مش هيأدي، وهكذا. دي خطاب مثمر في بعض البيئات، ولكن بيجعل هناك وازع فردي موجود في حالات الرضا أو في حالات الاندماج في عجلة المجتمع، لكن لا يوجد هذا الوازع في حالات السخط. ذلك اللي يسخط منهم تلاقي بينتقم لغرض الانتقام، تلاقي ياخد مثلا رشاش ويدخل على مدرسة ابتدائي فيها أطفال يموتهم. ليه؟ لأن كان في مدرسة في المدرسة دي من 20 سنة هو لسه طفل صغير عاقبته مرة بطريقة مثلا مهينة. الشخص ده القضية انه ما حصل انفلات في منظومة الشخص. فهنا ذكر إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، وربط هذا باليقين باليوم الآخر، بالذات في أمر الزكاة، لأن في جزء منها ممكن يبقى في إلزام ظاهر موجود في الأموال الظاهرة، والأموال الباطنة ليس فيها إلا مراقبة الله تبارك وتعالى. ذلك قال: وهم بالآخرة هم يوقنون، أي حالهم أثناء أدائهم الصلاة وإيتائهم الزكاة يؤتونها بأداء نابع من هذا اليقين. فالحال أنهم هم موقنون بما أعده الله من ثواب وجزاء على الإحسان والإيمان والإسلام الذي دلت عليه صفاتهم في هذا السياق الكريم. قل: وقول أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، يخبر تعالى عن المحسنين أصحاب الصفات الكريمة من إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والإيمان باليوم الآخر،
والإيقان بفضل الله تعالى فيه أنهم على هدى أي على طريق مستقيم وهو الإسلام، هداهم الله تعالى إليه ومكنهم من السير عليه، وبذلك أصبحوا من المفلحين الذين يفوزون بالنجاة من النار وبدخول الجنة دار الأبرار. اللهم اجعلنا منهم واحشرنا في زمرتهم إنك بر كريم تواب رحيم. بذلك يكون الشيخ أبو بكر الجزائري انتهى بنا من الدرجة الثانية من درجات التفسير، وإحنا قلنا هو بياخد كل مجموعة آيات ويدينا التفسير على ثلاث درجات، شرح معاني المفردات انتهينا منه في مرة سابقة، شرح المعنى المجمل للآيات مع بعض الفوائد اليسيرة، وبعدين بنلخص هداية الآيات كأنه أمور أقرب إلى الاستنباط منها إلى التفسير، الاستنباطات اللي ممكن تؤخذ من هذه الآية، بعضها مر أثناء ذكر المعنى الإجمالي. فكل من هداية الآيات بيان إعجاز القرآن حيث ألف من مثل ألف لام ميم وصاد وطاسين وغيرها من الحروف ولم يستطع خصومه تحدي. يبقى لا ده احنا قلنا مش معنى ان الحرف لا معنى لها، لكن ده فائدة او استنباط استنبطها العلماء لماذا افتتح الله عز وجل الصور بهذه الحروف. من هداية الآيات بيان معنى الحكيم، هنا قلنا الحكيم واردة كصفة للقرآن، فبيان معنى ان القرآن حكيم على معنيين، والقرآن بصفة عامة الأظهر من طرق العلماء في تفسيره ان اللفظ اذا كان يحتمل عدة معاني غير متعارضة ويمكن حمل اللفظ عليها فيحمل عليها، لان هذا من ثراء القرآن ومن اعجاز القرآن، يأتي المعنى اللفظ الوجيز الذي يشمل معاني متعددة ويدركه المتأمل من لغة القرآن ومن احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم ومنضم الآيات بعضها الى بعض. فالقرآن وصف هنا في الآيات بأنه حكيم من الحكمة ومن الإحكام كما تقدم. بيان أن القرآن بيان للهدى المنجي المسعد ورحمة لمن آمن به وعمل بما فيه، هو بيان للجميع ورحمة لمن آمن به، وممكن الدرجتين يتسموا هدى، هداية إرشاد وهداية توفيق وإلهام، لكن في مواطن كتير بيستعمل في المعنى الأولاني الهدى والمعنى الثاني الرحمة، فهو هدى للجميع ورحمة لمن يؤمن به ولمن يفتح الله صدره للانتفاع به. دلت الآيات أيضا على فضل الصلاة والزكاة واليقين، ليه؟ لأنها خصت، يعني قلنا ذكرت مخصوصة بعد الذكر العام، بعد الذكر الثناء على الإحسان بصفة عامة، خص منها الذين يقومون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. أيضا من ذلك بيان مبنى الدين وهو الإسلام والإيمان والإحسان، يعني ده من تفسير القرآن بالسنة، إنه ذكر هنا أمر الإحسان فبنبحث الإحسان أين ورد في مواطن أخرى في الكتاب والسنة، فوجدنا أن هناك موطن ورد فيه الإحسان مفصلا في حديث جبريل عليه السلام. فإذا دي أول ما يعني ما ينبغي أن نلجأ له في التفسير، تفسير القرآن بالمأثور، يعني تفسير القرآن بالقرآن وبحديث النبي صلى الله عليه وسلم وأقوال الصحابة رضي الله عنهم، فإن أولى طبعا ممكن نحمل الإحسان هنا على معناها اللغوي العام ويكون المعنى صحيح أيضا، لكن أدق منه وأعلى منه المعنى الخاص الذي ورد في حديث جبريل عليه السلام، أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ذلك نكون قد انتهينا بفضل الله تعالى من هذه الآية الخمس الأول من سورة لقمان، ونشرع في المرة القادمة إن شاء الله تعالى في الآية التي بعدها. سبحانك اللهم وبحمدك، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.